سعد الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب السعودية، نقدم لكم النشرة الجوية التي نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يكون طقس مستقر 16 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 14، نسب رطوبة متدنية حوالي 25%، أما سرعة الرياح ستكون معتدلة شمالية غربية 23 كم في الساعة. أما بالنسبة لباقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية، حيث يكون الطقس مغبر في كل من سكاكا وعرعر نتيجة هبوب رياح شمالية غربية نشطت السرعة مثيرة للأتربة والغبار بفعل تمركز منخفض جوي فوق الأراضي العراقية. سكاكا انخفاض على درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية 22 إلى 12، عرعر 21 إلى 13، تبوك أيضا تنخفض درجات الحرارة لكن طقس صافي 21 إلى 11. بالنسبة للمنطقة الغربية نبدأ بالمدينة جدة، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية التي تثير الأتربة والغبار 32 إلى 19، المدينة المنورة طقس صافي 26 إلى 16، مكة المكرمة 23 إلى 19، الطائف أيضا طقس صافي 23 إلى 13 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية طقس مستقر في عموم المناطق، الباحة 21 إلى 13، أبها 21 إلى 11، جازان 30 إلى 25. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية حيث يكون الطقس مغبر في كل من الدمام وحفر الباطن نتيجة لهبوب رياح شمالية غربية نشطت السرعة ناتجة عن تمركز المنخفض الجوي فوق الأراضي العراقية، 27 إلى 16 في الدمام، 25 إلى 12 في حفر الباطن، الإحساء طقس صافي 30 إلى 16، لكن تصبح الأجواء مغبرة خلال ساعات الليل مع وصول موجة الغبار من المنطقة الشرقية نحو الإحساء. بالنسبة للمنطقة الوسطى طقس مغبر أيضا في الرياض 30 إلى 13، بريدة 23 إلى 11، طقس مغبر حائل، طقس بارد نسبيا 19 إلى 8 درجات مئوية مع طقس صافي ومستقر. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وأيضا تفعيل زر الجرس حتى تصلكم آخر التنبيهات الجوية. إلى اللقاء.